بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقات عن تربية الأولاد. بشكر كتير كل اللي تابعونا واللي عم يتابعونا واللي عم تحفونا بأسئلتهم ومشاركاتهم ومدخلاتهم. الله يبارك فيكم على المداخلات القيمة والمشاركات. بعد عم يوصلنا كتير أسئلة كيف التطبيق، بليز رجعوا شوفوا الحلقة وأنصتوا لها. نحن عم نحاول تكون اللغة مبسطة جدا وقريبة جدا، عم نختزل كتير مراجع علمية وخبرات وتجارب لحتى نعطيكم إياها بلغة مبسطة. وبالنسبة لأنه لم تؤتى ثمارها بعد ما بين نتيجة النصايح والإرشادات اللي عملناها، رح نسأل الدكتور عنا إن شاء الله اليوم مع تربية الأولاد، المستشار النفسي الدكتور محمد بهجت. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. هو بالنسبة للسؤال اللي تسأل فيما يتعلق بموضوع تطبيق القواعد والقوانين في البيت وإعطاء الأوامر، إن لسه في صعوبات بتواجه بعض الآباء في إن الولاد إزاي ينصاعوا للأوامر. زي ما قلت حضرتك كده، هي القضية إن هي ببساطة كل حاجة جديدة بنطبقها الأولاد من طبعهم إن هو يبدأ to testify، يعني يبدأ يختبر مدى مصداقية الموضوع ده. هو فعلا دي حاجة طالعة من ضمن اللي يطلع ويختفي. انت عارف احنا عندنا في الأسر كل شوية تظهر حاجة كده، هناكل أكل صحي ومحدش هياكل غير أكل صحي وبعدين نمشي عليها يومين ثلاثة وبعدين ترجع الكيكات تنزل والشوكولاتات والبسكوتات. شيء عادي ان احنا طول الوقت بنحاول في بعض الحاجات نستمر وبعد كده ننقطع، لكن هو دايما الولد بسبب أو البنت بسبب ان هم شافوا ده كتير قبل كده، ان في حاجات بتطبق تاخد لها كام يوم بعد كده هتختفي، فهو بيحاول يقاوم يحاول يعاني. فقلنا السر في هذا الأمر اتباع الخطوات اللي قلنا عليها، ان هي القوانين والاوامر تكون بشكل معين زي ما وصفنا في الحلقه اللي فاتت، الناس ترجع تتفرج على التفاصيل. وكمان قلنا ندي للموضوع وقت، طول ما احنا مستمرين بنفس الثبات لفترات طويله كل ما يرسخ عن الولد او البنت ان لا ده الموضوع بجد بقى واحنا خلاص نبدا نتعايش مع الموضوع ده بشكل ما يفسدش علاقتي بيني وبين بابا وماما، لان هم في الاخر الولاد مش عايزين يفقدوا علاقتهم. كان عم ترجع تاكد على اهميه الكونسيستنسي، يعني حتى المثال عم تقول الدايت، عم ناكل اكل صحي وما احنا جاي، هذا يفقد الامل او المصداقيه حتى انه مدى ماما وبابا قالوا حيعملوا هالشيء يلا يومين ثلاثه وحتعدي مره ثانيه زي غيرها. يعني فاهم شيء اللي عم تقول المصداقيه والثبات في هذا. اذا فينا ممكن نحكي عن الالتزام او الديسيبلين للاب والام، فيك تعطينا شيء نصيحه هون لانه هن من شركاء بالعمليه هذه، اذا فيك تعطينا هيك شيء يقويهم هن اللاعبين الاساسيين كيف يحافظوا على الالتزام. بيبقى مهم قوي زي ما انت قلت كده ان احنا ان الاب والام يبقوا مثال للاولاد في الالتزام. احنا قلنا ان الاب والام هيشتغلوا كفريق مع بعض، على سبيل المثال ان احنا حطينا قاعده ان احنا ناكل على ترابيزه الاكل، مفيش حد ياخد اكل وياكل مثلا قدام التلفزيون. ففي الحاجات اللي زي كده المفروض القاعده تعمم، يعني ما ينفعش تقول الولاد يعملوا كده لكن الكبار مش هيعملوا كده. في حاجه زي كده في حاجات تاني بعد كده هنقول ان هي للولاد بس، يعني مثلا الابن ما ينفعش يشرب قهوه مثلا لكن الاب والام مش ممكن يشربوها. في الوضع الاول اللي هو ينفع ان احنا كلنا نلتزم بالقانون، بيبقى مهم جدا للطفل او للابن ان هو يشوف ان الاب والام مثال، ما هم فعلا عايزين ومش راضيين عشان يلتزموا بالقاعده. وكمان مهم ان احنا نبين لهم ان احنا احيانا بنخطئ، يعني مثلا على سبيل المثال لو الاب خد الطبق وقعد ياكل قدام التلفزيون وجات الام شافته والولاد قاعدين، قلت له بابا انت بتاكل قدام التلفزيون احنا نسينا القانون ولا ايه؟ وهو المفروض ان هو يفتكر ان احنا دي جزء من التربيه، ان انا بعترف ان انا احيانا بخطئ واقول معلش انا ما خدتش بالي اسف هرجع تاني واروح راجع الوضع، ما ناخدهاش بنوعيتي انا حر اعمل اللي انا عايزه في البيت ده بيتي واعمل اللي انا كده. انا بدي رساله للطفل ان اللي عنده قوه يقدر يعمل اللي هو عايزه. واحنا قلنا قبل كده ان احنا بنوصل رسائل طول الوقت ان احنا ما دام في قاعده هنلتزم بيها كلنا. ذكرتني بنقطه، تكون القاعده اللي عم نحطها واقعيه عايزين احنا نعملها نفكر فيها قبل ما نطلبها. فبالتالي اي شيء عم نطلب من الاولاد فكر فيه، هل انت قادر تلتزم فيه وتكون ثابت لحتى تقدر انك تحافظ عليه كتنفيذ، تزرعه وتثبته ويكون موجود ان شاء الله دائما. الله يبارك فيك. نحن الحلقه هيدي كمان حلقه جديده، احنا حكينا عن عده امور حتى الان وهلا حنحكي عن امر جديد هذه الحلقه. تفضل. احنا تكلمنا عن هرم التربيه وتكلمنا عن حاجات كثيره، بدءا زي ما قلنا ارساء قواعد الحب عن طريق الكلام والاستماع واللعب والمدح والتحفيز، وكلمنا ازاي نحط قواعد في البيت. هنتكلم النهارده عن حاجتين منفصلتين، اداتين رائعتين الاب والام يستخدموهم. الاولانيه هي التجاهل او ignoring، تجاهل التجاهل، وده يعني من احد اهم وسائل التربيه اللي احنا كثير منا بيغفل عنها. نعم. ومعنى التجاهل يعني ايه؟ يعني الطفل عمل حاجه وانا بطنش كاني مش موجود ولا كاني سبحان هنا. الله بالظبط. اوكي. القاعده دي مهمه جدا جدا، وهي بتخليني كاب وام اولا مش في حرب مستمره طول الوقت، وكطفل
يعني مش في مواجهة مع الأب والأم، بمعنى إن في حاجات معينة أنا لو شفتها أو الطفل عملها أفضل حاجة للتعامل معها هي كأنها لم تحدث. إيه الحاجات اللي ينفع أطبق عليها قضية التجاهل؟ إحنا عندنا كأب وأم دايماً بنخاف إن أنا إيه، لا أصلاً لو سكت على دي هو لما يكبر هيفتكر إن هو صح إن هو يعمل كده، فهيطلع إنسان غشاش، هيطلع نعم. إنسان كذاب، هيطلع أيه. إنسان، ده مش صحيح. ما ننساش إن الطفل في رحلة تعلم، وأثناء الرحلة دي في حاجات بيتعلمها كل يوم، وفي حاجات هيبقى لسه بيتعلمها. اللي لسه بيتعلمها دي انا محتاج ان انا اديله الوقت، من طرق ان انا اديله الوقت ان هو يتعلم، ان انا اتغاضى عن بعض الاخطاء اللي هعملها، وبالتالي يمكنني ان انا اتغاضى عن اي سلوك بيعمله الطفل بشرط ان هو ما يمثلش خطوره على الطفل ولا يمثل ضرر او خطوره على حد تاني. لو طفل مثلا بيخبط دماغه في الحيط وهيعور نفسه، ده سلوك ما ينفعش اتغاضى عنه. لو طفل مثلا ماسك حاجه شارب حاده وبيضربها على اخوه، دي حاجه ما ينفعش، هيكسر حاجه في البيت، دي سلوكيات لا يمكن التغاضي عنها. في بعد ذلك كل السلوكيات يمكن التغاضي عنها. شكرا لهالمقدمه، ولكن سؤال مباشر ما حنطر لاخر الحلقه بصراحه، هل التجاهل او التغافل هل ينجح مع الاطفال؟ بالتاكيد هو وسيله يعني رائعه وبتشتغل، وخاصه لما يكون حاجات، بمعنى ايه، نفترض على سبيل المثال ان انا في مكان معين ولا انا في البيت والولد طلب ان هو ياكل حاجه معينه وقلت له لا مش هينفع تاكل دي، وبدا هو يصوت ويخبط على الارض ويخبط فيه. لو انا قلت له كفايه ما تعملش كده، قلت لك بلاش قبل كده تعمل السلوك ده، ده بيخليه يزود. لو انا تجاهلت السلوك ده وكانه ما فيش حاجه بتحصل اصلا، كاني عملت سايلنت للطفل وبدات مثلا ابص على الكتاب اللي كنت بقرا فيه او ابص على التلفزيون اللي كنت بتابعه ولا كأن الطفل موجود، شوية بشوية الطفل هيستمر، هيزود في الأول، وبعد شوية هيكتشف إن أنا مش مدي أي انتباه، لأن إحنا ده يرجعنا لقاعدة الانتباه. إحنا قلنا الطفل دايماً عنده احتياج أساسي انتباه واهتمام، فهو أحياناً سلوكه ده هيبقى بدافع إن هو يأتي بانتباه واهتمام. لو أنا بدأت أتعصب وأقول له ما تعملش كده، أنا قلت لك ما تعملش كده قبل كده، أنا بديله إيه دلوقتي؟ اهتمام. فأكيد هو مش هيبطل السلوك، لأن هو كده بياخد اهتمام سلبي. نعم. لكن انا لو تغاضيت تماما، تجاهلت وكاني لا شيء يحدث، الرساله اللي بتوصل ايه؟ ان كميه الانتباه والاهتمام اللي خدها الطفل بالسلوك ده صفر. وفي مثال جميل جدا بنحب نقوله دايما في الكورسات، بقول تخيل ان انت رحت اشتريت عشان تشتري شوكولاتايه من الماشينز اللي هي بتدخل العمله وتطلع لك شوكولاته. نعم. وحطيت الفلوس بتاعتك، وبعد كده المفروض ان الشوكولاته تطلع. الشوكولاته ما طلعتش. نعم. فانا هعمل ايه؟ في حاجه غلط، هخبطها حتى السر، اخبط على الماشين يمكن الشوكولاته تطلع، ما طلعتش، هخبط اكتر اكتر، مفيش حاجه بتحصل، هفضل اخبط لغايه ما اوصل لمرحله ايه، ان انت اكدت ان مفيش حاجه هتطلع. فبالتالي هعمل ايه؟ هسيبها وامشي. لو في رقم هتصل بيه، لو مفيش رقم خلاص الموضوع انتهى. هي نفس الفكره، انت بتوصل للطفل رساله ان انت السلوك ده اللي بيحصل مش هياخد مني اي انتباه او اهتمام، وبالتالي الطفل هيعرف ان السلوك ده محتاج يخلص لانه ملوش لازمه ان هو يستمر. سبحان الله، الشيء اللي عم بيتكرر دائما معنا ان الطفل بده الانتباه سواء بشكل سلبي او ايجابي، بده الانتباه. بس ملفت النظر ذكرت سابقا تعامل مع الطفل على انه بالغ تقريبا، بيفهم وعنده كيان وتحترمه وتقدر له احساسه، تعامل معه على هالاساس هيدا، وحتى انه ذكي يعني وبيفهم، وحاسك بعدك مكمل بهذا. يعني نحن التغافل نحن موجود عندنا بين الكبار، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف عن بعض واعرض عن بعض، بس هذا تعامل مع الادلتس يعني، وحتى بعلاقه شوي كومبلكس، بموقف كومبلكس كمان، موقف كثير دقيق وتعامل بحكمه. فانت عم تقول التعامل هيدا مع الكبار على على المستوى هيدا من الخصوصيه عم تعامل معه مع الاطفال. زي ما انت تفضلت، هو الطفل بيوصل له الرسائل، الطفل اللي انت بتعمله معاه دلوقتي بيوصل له رساله ان السلوك ده او الحاجه اللي انت بتعملها يا اما متغافل عنها نظرا ان هي مش هتجيب اي نتيجه، او هتوصل للطفل رساله ان انا شايف ان انت بتعمل اخطاء وانا مش بتكلم فيها. ففي نوع بيبين نوع من التسامح، وده بيظهر اكتر مع الكبار. يعني لو طفل في سن المراهقه مثلا واكتشفت ان عمل خطا ما، رجع البيت مثلا وان الام تقول اوعى تنام على السرير بلبس بره، لازم تلبس البيجامه بتاعتك، وبعدين دخلت في يوم لقيته نايم بلبس بره على السرير، هل السلوك ده ينفع ان احنا نتغافل عنه؟ ينفع. اوكي. ايه المشكله ان انا اتغافل المره دي ما دام هو مش حاجه متكرره تحولت لعاده، هو جه في مره وعمل كده وفي مجال ان انا بعدين اتكلم فيه، لكن لما انا صحي اصحى من النوم انت نايم باللبس ده، كده انا وصلت رساله خاطئه. وكل ما شابه ذلك بقى، كل حاجات كتيره ينفع تشوف
اه والله السلوك ده ممكن يعدي عادي عادي، ما دام ما تحولش لاذى للاخرين ولا للطفل، وما دام ما تحولش لعاده الطفل بيعمل حاجه خطا ومكمل فيها، فساعتها بيجيب نتيجه. تحكي لنا بشكل عام، الله يبارك فيك، ممكن تعطينا ممكن امثله عمليه لحتى نشوف كيف نطبقها بحياتنا؟ طفل قاعد بيلعب مثلا، وبعد كده كان المفروض ان هو خسر في اللعبه مثلا، وبدا يقول لي خسرت ومش عارف وايه، وبدا يزق في الحاجات وبان عليه ان هو يتعصب. ايه الحاجات اللي عاملها وانا بتجاهل؟ اولا ما ابصش في عين الطفل، في احيان اب وام يبقى ايه مش هرد عليك ويفضل باصص له، وفي الحقيقه انت كده مش بترد عليه، انت باصص له، وده نوع من انت مش متجاهل، انت يعني في كوميونيكيشن، في تواصل معاه عن طريق النظر، فكده انت مش متجاهل. التجاهل معناه مش ببص في عينين الطفل، مش بتكلم معاه، ومش بعلق على السلوك اللي هو عامله. ده معنى كلمه التجاهل. التجاهل اللي عم تحدث عنه لا يعني ابدا التجاهل تماما، وان اول اختيار هل الموضوع مناسب انه اطرحه احكي فيه، ثانيا هل الموضوع مناسب احكي فيه هلا اما تخيل في وقت اخر. طبعا بالاضافه لما تحدثنا عنه سابقا اللي هو الحب والدلع والود وحتى النقاش مش الاوامر والاستجوابات. جميل. طيب برايك في تصرف معين احنا ما فينا نتجاهله، ما فينا نتغافل عنه؟ انا كل حاجه فيها ضرر على الطفل نفسه او على اخر ما ينفعش تتجاهل عنه، والضرر لا يعني ضرر مادي فقط، يعني مش هيعور نفسه بس، لكن مثلا طفل بيقول الفاظ مش كويسه ما ينفعش تتقال، بيتكلم على الاب والام بصوت عالي او باسلوب مش كويس، دي حاجات ما ينفعش تتقال، وساعتها بتعامل معاها بالطرق اللي اتكلمنا عنها قبل كده، ان انا ببدا اعلمه وببدا استخدم ريورد تشارت اللي هي القائمه التحفيزيه، وبعد شويه احط قواعد ونلتزم بالقواعد، لكن التجاهل ما ينفعش في سلوك يضر بيه او بيضره بالاخر. طبعا من ضمن ذلك ما في حرمانيه، يعني لو واحد مثلا اكتشفت ان هو بيسرق باستمرار او بيكذب باستمرار او بيعمل حاجه او بياكل حاجه المفروض ما ياكلهاش او يشرب حاجه المفروض ما يشربهاش، كل ما في حرمانيه طبعا لا يتم التجاهل. نعم. فهو باب التجاهل اوسع بكتير، الحاجات اللي ينفع اتجاهل عنها اكتر بكتير جدا من الحاجات اللي ما ينفعش اتجاهل. جميل، شكرا. طب فيك تقول لنا كيف يكون التغافل؟ خليني عم بتطلع فيه وانا شايفك بس مش هقول لك، يعني انا ماسك نفسي، او كيف ممكن يكون التغافل بشكل صحي وعلمي سليم؟ لما يحصل سلوك من الطفل زي ما قلنا وانا عايز اتجاهل الطفل السلوك ده، يبقى المطلوب مني ان انا ما ابصش على الطفل، ما ابصش في عينه، ما اتكلمش معاه في الموضوع، ما ابينش اي تعابير وجه ولا كلام تشير ان انا بعلق على الموضوع، يعني وكأن شيئا لم يحدث تماما. وفي بعض الاولاد بيعلق كمان على الموضوع، يعني بعضهم بيحاول ان هو يزود من السلوك لما يلاقيك مش متجاوب، فبيقول لك معلش ما كانش قصدي. من الحاجات المهمه ان لو الطفل اعتذر عن سلوك انت تجاهلت عنه تمدحه، نرجع بقى لقصه المدح، انا مبسوط منك ان خدت بالك انك عملت حاجه غلط وتحاول تصلحها. فكده المزج بين الوسائل المختلفه، لان انا مش ماكينات اليه، يعني احنا مش بنستخدم اسلوب واحد بس ونلتزم بيه، لا احنا قلنا وسائل مختلفه، فانا دلوقتي بستخدم التجاهل، الطفل بدا يتراجع، ارجع لاسلوب المدح، دخلنا في حوار، فبدات اتكلم واسمع والعب، فدايما طول الوقت بمزج بين الوسائل المختلفه. ماذا عن اولاد اثنين عم يضربوا بعض مثلا؟ هذا ما في مجال تتجاهله صح؟ لا ده ما ينفعش، لان هو كده احنا بنتكلم على مخاطر على الطفلين، وبالتالي ده بيرجعنا الحلقه اللي فاتت اللي هي القواعد. نعم. ان هو ما ينفعش نضرب بعض، فهنرجع تاني لقصه القواعد، وهنرجع تاني نشوف المشكله دي محتاج نتعامل معاها باي شكل من الحلقات اللي فاتت، اذا كان حاجة تحفيزية، أو إذا كان إن إحنا نتكلم معاه ونحط له قواعد، أو إذا كان النص التاني من الحلقة اللي هنبدأ نتكلم إزاي نحاول إن إحنا نحل مشكلة، نساعد الطفل إن هي يحل المشكلة، أبقى المدرب بتاعه في حل المشاكل. يعني بصراحة فاجأتني التعامل ببعض من التجاهل وبعض من التغافل، فما شاء الله تبارك الله، ولعله هيدي قاعدة مهمة للأهل، يعني كل ما يمكن يتزنق أن نشوف القاعدة الأساسية، أنت عم تتعامل مع حدا هو استوعب اشياء كثيره من اللي عم يصير اكثر مما انت تظن، فاحترم ذكائه واحترم مشاعره وتعامل معه على هالاساس هذا، خاصه نحن بنقول يعني ان كبر ابنك خوي، فانا حاسس انت من هلا مخواه من هو صغير. ايوه وان كان طبعا يعني مستوى الفهم ومستوى اللعب و على مستوى يناسب سنه. نعم، بس انت من هلا مخواه ومحترمه وعطيه برستيجه بقى بالمجتمع. شكرا، الله يبارك فيك. طب هلا في نحن الحلقه هيدي على غير العاده، في عنا جزئين منها، لما بكون عنا مشاكل كيف هو الطفل عم بيعاني من مشاكل، فكيف نساعده انه يحل المشاكل، وتحدثنا سابقا انه لما نحن نكون عم نراجع الحياه او المهمات اللي بقى عنده اياها الطفل، ما نكون الموضوع بشكل انه نحن استجواب سين جيم سين جيم، وافعل لا تفعل افعل لا تفعل وخلص وفوت نام وخلص انا اعطيتك الدواء ونام،
لا وانما يكون بمحادثه بحب وود. فبالتالي نحن لو احنا قاعدين مع الطفل ما بقى عم نحكي بلا افعل ولا تفعل، نحن عم نحاول نحل معه المشكله، وهذا اللي كانت وردي كمان بالهرم اللي ورجتني اياه بالبدايه. طيب فيك تحدثنا عن الموضوع هذا اكثر كتوطئه وتعطينا اكزامبلز بليز؟ طيب هو هي دي حاجه وسيله اخرى من الوسائل اللي الاب والام بيستخدموها اللي هي كوتشنج، ان انت بتدرب ابنك لما يكون في مشكله معينه ازاي تساعده ان هو يحل المشكله، والهدف منها عظيم. الهدف ان لما الولد او البنت في اي سن وخاصه في الكبار لما يبدا يواجه مشكله بره، ازاي العلاقه بتاعتي بتسمح لي، ازاي العلاقه بتاعتي اللي بيني وبين الولد ده او البنت ان هو يجي يقول لي على المشكله مش يخبيها مني، تمام؟ وده في غايه الاهميه، لان هو محتاجين ان احنا يصل الثقه بالولد والبنت ان هو عارف ان انا لما يجي لي مش هلومه، مش هحكم عليه، مش هعاقبه، لكني هساعده في حل المشكله. ودي مهمه جدا جدا جدا، لان هو غالبا الاولاد بيختبروك بان هم يخبروك بالمشاكل البسيطه في الاول، فاذا فشلت في الاختبار فمستحيل يرجعوا لك تاني عشان يعني يكلموك عن البلاوي السوداء التانية. نعم نعم جميل. تعرف ذكرتني بقصة حقيقية، في رجل كان قوي جدا وذو سلطة ونفوذ، ووصل لمرحلة بعمره تقاعد وصار حتى قارب من الموت يعني، وكان عنده ثلاث بنات والثلاث بنات ما بيحكوا معه، خلص حيموت وماتت زوجته وكذا. فلما حاول يرجع يتواصل معهم، من أحد الأسئلة اللي سألهم انه انا كنت دائما موجود معكم، اللي يقرب يعني انا انهشه يعني، قلت له ليش هيك عدتوا عني؟ انا حافظت كثير عليك كنت صغير. قالوا له انت ما كنا قادرين لك مشاكل يعني، ممكن واحد زن لك عم مشهد تروح تقتله انت. فلا الطفل ما كان بده هيك، وحس انه ما بده يقول شيء لابوه لانه الوضع كثير صار يكبر. ماشي يعني يمكن هذه حاله متطرف قصوى شوي، وكمان ما بدنا نوصل لمرحله انه اسمع انا وهز وخلص انا سايبك لوحدك، انت انسان يعني عندك ذكائك انت حل الموضوع. اذا فيك تعطينا امثله اللي ذكرته انت هلا، اذا تعطيني مثال عملي لو سمحت. ناخذ مثال زي ما حضرتك قلت كده ونطبق عليه القواعد اللي تخليها اللي انا لو اتبعتها ان ابني او بنتي لما يحصل معاهم مشكله بعد كده يرجعوا يحكوا لي كأب وكأم الاثنين مع بعض. اول حاجه هناخد مثال ان مثلا طفل حصل مشكله في المدرسه واتخانق هو وطفل تاني وضرب الطفل التاني، والمدرسه بلغتني والولد عارف ان انا عرفت من المدرسه، فهو جاي بيقول لي دلوقتي عارف ان المدرسه بلغتني بالمشكله دي. الحاجات اللي انا باخد بالي منها، اولا ان انا ما بحكمش على الطفل، يعني مش اول ما يجي اقول له ايه ما انت طول عمرك بتاع مشاكل، وانا قلت لك قبل كده كل مره تعمل مشاكل يعني هعاقبك، هحرمك من الحاجات الحلوه اللي بعملها لك. فانا مبدئيا حتى من غير ما اسمع انا دخلت بحكم مسبق على الطفل، وقبل الحكم المسبق ما يقال انا في دماغي في حكم مسبق ان ابني غلطان وان هو عمل مصيبه. فالحاجه الاولانيه لما ابني يجي لي بمشكله سواء دي او اي مثال تاني، ان انا ما يكونش عندي حكم مسبق وان انا ما احكمش على الولد قبل ما نتكلم مع بعض. دي النقطه الاولانيه. نعم. النقطه الثانيه ان الهدف مش ان انا احل مشاكل الولد، لان انا عايز اعلمه ازاي هو يتعامل مع المشكله، وبالتالي انا محتاج اول حاجه ان انا اسمع منه اللي حصل، ولما يبدا يحكي اللي حصل ايا كان، يقول لي مثلا ان انا كنت بتكلم معاه وهو علق صوته عليا، وبعد كده لما علق صوته عليا شتم، انا قلت له ما تعليش صوتي فشتمني فرحت ضربه مثلا. فالاول اول حاجه ان انا اقدر الصعوبه اللي ابني فيها، ان انا لازم اوصل رساله لابني ان انا عارف ان انت الموقف اللي كنت فيه صعب، فاقول له فعلا ده موقف صعب بالنسبه لك، يعني كونه علق صوته وكمان يشتمك انا لو مكانك هبقى متضايق جدا طبعا، فاكيد انت كنت متضايق وانا شايف ان عندك حق انك تتضايق. فاللي احنا ده بنسميه ابريشيشن، انك تحترم مشاعر وصعوبه ابنك او بنتك وتوصل له ان انت محترم، وده بينطبق بقى في كل المواقف، وده بيبقى المفتاح والسر اللي بندخل بيه على الولاد. البنت مثلا الابن مثلا مش بيصلي، اقعد اقول له حرام وهتدخل النار وانت بتعمل حاجه غلط، ده مختلف تماما عن ان انا اقول له طب انت مش بتصلي ليه؟ فيقول لي بصراحه ببقى زهقان واقف يعني 10 دقايق ومش فاهم اي حاجه من اللي بقوله وبسمعه، واقعد اكرر كده 5 مرات في اليوم. فلو انا بدات الحوار بان انا اقول له انت عندك حق، وانا في سنك كنت بحس كده برضه، فانا اول خطوه مش ان انا اقيم كلامه، لا ان انا اقول له ان انا واصلني اللي انت بتقوله وانا موافق عليه. فدي خطوه مهمه جدا ودايما تبقى في حوارنا مع الولد. الحاجه الثانيه ان انا ابدا اعلم الولد اللي هي عواقب الامور. انت دلوقتي ضربته، طب وانت بتضربه، طب ما تيجي نفكر هو احنا لما نضرب حد ايه اللي هيترتب على ده؟ ما اقولوش انت عارف انك لما تضرب حد انت هتترفد من المدرسه ومستقبلك هيضيع وممكن تدخل السجن، لا انا عايز الولد هو اللي يشغل دماغه، هو اللي يبدا يفكر. فدايما استخدم انواع من الاسئله بقولها باسلوب فيه حنيه وحب، احنا خلينا نفكر مع بعض، لو حد ضرب حد ايه اللي ممكن يحصل له؟ طب اللي اتضرب ده هيبقى حاسس بايه؟ طب مدير المدرسه
والمدرس لما يشوفه كده هيعملوا ايه؟ فانا اخلي الولد يتعلم ان هو يفكر وجهة نظر احساس الناس اللي في الموقف غيره، اللي اتضرب، المدرس، ابو الطفل. دي حاجة بنميها عند الطفل، ان هو يستوعب الحدث على بعضه. وفي الاخر خلاص حطينا الموضوع، خلينا نرجع تاني. طب ده اللي حصل وانت كنت حاسس كده، طب ايه الحلول التانية اللي كان ممكن نعملها؟ فانا بدي له فرصة ان هو يفكر. طب لو كنت عملت الحل ده، طب لو كنت رحت للمدرس وقلت له، طب لو كنت استنيت ورجعت البيت وقلت لبابا او ماما، يبقى ميزتها ايه؟ ان انا مش هيحصل لي مشكله في المدرسه، ان بابا ممكن يجيب حقي من الولد. لكن عيبها ايه؟ حتى بعلم الولد ان كل حاجه ليها مميزات وعيوب، ان انا ما خدتش حقي في وقتها. فده الطريقه اللي احنا بنستخدمها لما ابني يجيب مشكله، ان انا اسمع منه، ان انا ابينه ان انا حاسس بيه، ان انا شايف ان هو فعلا موقف صعب، ان هو انا مش حاكم عليه ان هو غلط ولا حاجه، ان انا بحبه، ان انا بساعده دلوقتي يفكر في حلول اخرى نقدر نحلها. جميل. صراحة انتبهي نقطة وحبيت أقف عندها شوي بصراحة. المثال اللي استخدمته لما إجا قال للطفل، قال إنه أنا عم كرر أشياء ما بفهمها وأنا عم بزهق بصراحة. هون في أمرين حاب أسألك عنهم. أولا المثال اللي أنت ذكرته، في إحساس بالأمان إنه الطفل قادر يقول هيدولة للأب، فكيف نوصل له؟ والسؤال الثاني اللي سمعته في مستوى عالي من القدرة على التعبير، إنه قادر يحطهم بكلمات، لأنه الأطفال بتسأله بحط رأسه بالأرض أو هيك، بيقول لك هي كده بقى، لأنه ما عارف يعبر، يمكن هو أو حاسس إنه تحت ضغط مثلا كبير، إنه هو عارف مثلا أهمية الصلاة، هو بقى ما عم بصلي. يعني أنت قلت مثال جميل وحلو، بس أنا فعليا كيف نوصل لهون؟ أنا عارف أنت ذكرت كل ذلك سابقا، ذكرت ما ذكرت عن الحب والدلع وكذا، بس اللي هون اللي صار شغلتين، الأمان والقدرة على التعبير، وهدول من وليد لحظها. فإذا فيك تقول لي شوية هون كيف ممكن نوصل له؟ السؤال ده جميل فعلا، وهو الموقف اللي انا ذكرته ده موقف حصل حقيقه، ان ابن قال لابوه كده، وده مش مختلط يعني. وانا اقدر اقول لك ان زي ما انت ما قلت، الولد ده كان يشعر من الامان التام وهو بيتكلم مع ابوه، ولذلك قال ازاي اوصل ابني لان هو يحس بالامان، فيجي يتكلم معايا، ولو حس بالامان هيقول كل اللي جواه. كل طفل قادر يعبر عن اللي جواه لو حس بالامان في البيئه اللي هيعبر فيها. من اهم الحاجات اللي توصلني للمرحله دي ان ابني واصل له رساله طول الوقت مني كاب وكام، ان انا بحبك وان انا قابلك وان انا عارف انك فيك مميزات وفيك عيوب وبحبك بمميزاتك وعيوبك، وان انت لما بتعمل حاجه غلط انا مش بكرهك، انا بحاول التصرف ده خاطئ اغير التصرف وانا لسه بحبك. فاحساس الحب الدائم ده اللي غير مشروط، ان انت لو بقيت كويس هحبك ولو بقيت وحش هكرهك، ده اللي بيخلي الولد يقدر يقول ان هو عارف ان ده مش هيفرق في حبك ليه في حاجه. فانا اقدر اقول لك على مشاكلي واقدر اقول لك على عيوب اللي انت عارفها، لان انا عارف انك بتحبني بيها او من غيرها، ان انا كمان جاي لك بقول لك عليها عشان تساعدنا فيها. جميل. يعني الله يصلح حالنا ويصلح بيوتنا جميعا واطفالنا ونحن ايضا، لانه احنا كنا عم نحكي كمان انه هذا لازم يكون كفريق عمل الاب والام متفقين تماما. ولعله هيدي هون في رساله لكثير من الازواج والزوجات، ان يعطوا مساحه امان لبعض لحتى الواحد يقدر يحكي مع الثاني بامان ويقول له شو عن يجب عم يجوله بخاطره، بدل ما يقول انت مجنون انت بتفكر بالشكل ده وهيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، شكرا. بصراحة الحديث ممتع وشيق وأنا عم بتعلم، وعذريني يا بنتي على كل الأخطاء اللي أنا عملتها على الهواء عم بقلك، والله يغفر لنا جميعا إن شاء الله. طيب ممكن تلخص لنا حل المشاكل بشكل أنه نهائي لحتى العيلة تاخذها معهم وهيدي تكون دائما عندهم قاعدة يعودون إليها إن شاء الله؟ تكلمنا في أول الحلقة عن موضوع التغافل عن بعض المشاكل، لكن المشاكل لما يجي الطفل ويقول لي إن أنا في مشكلة معينة، دايما في وسائل معينة بستخدمها بحرص عليها، أهمها إن أنا ما أحكمش على الطفل بإن هو فاشل وإن هو صاحب مشاكل و و و، أسمع له أسمع منه القصة من وجهة نظره بالتفصيل، وبعد كده إن أنا أبين له إن أنا حاسس بالصعوبة اللي هو كان فيها في المشكلة، وإن هو صعب إن هو يكون في موقف زي كده، وبعدين أساعده يفكر في حلول أخرى للحل اللي هو خده، وإيه الحلول التانية اللي ممكن يجربها في المستقبل، وإزاي نبدأ نجرب الحلول دي وأنا موجود بساعده، ويرجع يحكي لي تاني إيه اللي حصل والأمور مشيت إزاي. جزاك الله خير وشكرا على هذا التلخيص الجميل. وبالتالي الهوم ورك تبعكم، الواجب تبعكم كالعادة، انه انتم تحطوا هيدي بالتنفيذ كما وصفها الدكتور، وتكون في عندكم ثبات إضافة على ما ذكرنا سابقا، وان شاء الله تتحفونا بمداخلاتكم وتعليقاتكم وتجاربكم. كما ذكر لي الدكتور بالمطلع بالحلقة، في بالفعل حالات صارت معه
وأجاب عليها سريعا بالحلول اللي زورت معنا والنتائج كانت سريعة. إذا كان بعضكم عم بياخذ وقت أكثر تطور هذا السير أو التغيير السير، ما اشتغلوا بالكم، أهم شيء الثبات، أهم شيء أنتوا كفريق اثنين تكونوا مع بعض ثابتين وتحافظوا على وحدة. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، ونعود لكم في حلقة من جديدة واللي حتكون الأخيرة في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركوني الأجر على اليوتيوب، اضغط على سبسكرايب واضغط على الجرس، سجل إعجابك، شاركنا بتعليقك وشارك بمنشورات، وخلوا الخير إن شاء الله يعم على الجميع. جزاكم الله خير.